أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، يمكنك الآن الحصول على نسختك من كتاب مدرس على الهوى في مراجعة نصف المنهج. الكتاب الأول كتاب المواد الأدبية، ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في 9 مواد دراسية في كتاب واحد، وهي التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. الكتاب الثاني كتاب المواد العلمية، ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في 10 مواد دراسية في كتاب واحد، وهي الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا، الرياضيات، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى طبقاً للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد. يمكنك حجز الكتاب من خلال مؤلف الكتاب مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى، أو التواصل مع إدارة البرنامج من خلال الرقم التالي 0163 56 296. تمنياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء. أعزائي طلبة وطلبات الثانوية العامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهوى، الحلقة رقم 72. صباح الخير على كل طلابنا الأعزاء، صباح الخير على كل مدرسي المواد الفلسفية اللي هيتابعونا، واللي احنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. النهاردة يكون معنا حلقة خاصة، وهي مراجعة على الفصل الأول والثاني لمادة الفلسفة، وهيكون في ضيافتنا الاستاذ محمد عبد الحميد. صباح الخير يا مستر. صباح الخير يا مستر احمد. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله والله. صباح الخير على حضرتك، وصباح الخير على كل مشاهدينا طلابنا ومدرسينا، وان شاء الله تبقى حلقه موفقه ان شاء الله ومفيده لكل طلابنا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طبعا مستر محمد عبد الحميد كان له توضيح او تنويه سريع كده عن كتاب مدرس على الهواء قبل ما يبدا الحلقه بتاعته، اتفضل يا مستر. انا بكلم طلابنا الاعزاء، طبعا كتاب مدرس على الهواء كتاب مهم جدا ومفيد. أهمية الكتاب بترجع لسببين يا مستر أحمد. أولا طبعا السادة المعلمين أو المدرسين القائمين على وضع الأسئلة جوه الكتاب، أسئلة دقيقة جدا ومهمة جدا، وبتلمس كل نقطة من أجزاء المنهج بتاعنا. طبعا المدرسين القائمين على وضع الكتاب دول مدرسين شغالين في مدارس حكومية، على تواصل دائما بالمستشارين المواد، فعلى علم بكل ما هو مستجد من صياغة الأسئلة. جميل. فالكتاب مهم جدا وكتاب مفيد جدا، وطبعا مقارنة بأي كتاب تاني في السوق ماديا بسيط جدا. في كل انت في كتاب واحد تقدر تراجع كل المواد اللي عندك من غير ما يبقى عندك اكتر من كتاب او اكتر من حاجة، يعني انت بتدرس او بتشوف مثلا كل المواد في نفس الوقت. ومدرسين على درجة كبيرة جدا من الدقة في وضع الأسئلة والصياغة. فإن شاء الله كتاب مهم وكتاب مفيد، وبنصح كل طلابنا إن هم يقتنوه نظراً لنوعية الأسئلة اللي موجودة في الكتاب إن شاء الله. إن شاء الله جداً بالتوفيق دايماً طبعاً لكل طلابنا الأعزاء. وطبعاً زي ما احنا عارفين مستر محمد عامل مراجعة على الفصل الأول والثاني بالنسبة لمادة الفلسفة. ويريد كل الطلبة بتاعتنا تركز مع مستر محمد، لأنه مجمع مجموعة من الأسئلة كلها قائمة على إعمال الفكر والفهم بشكل كبير جداً، تماشياً مع النظام الجديد للامتحان الثانوية العامة. بس قبل ما نبدا الحلقه بتاعتنا ونشوف الاسئله، جالي سؤال كده على السريع من احد الطلاب. تمام. هنوجهه لمستر محمد قبل ما يبدا الحلقه بتاعته. السؤال بيقول يا مستر، التمييز بين مرحله الاستغلال والسيطره ومرحله القهر والاستبداد،
جميل. هو الجزئية دي بس كده قبل ما نبدأ أو قبل ما أجاوب على سؤال طلابنا، أنا بس عايز الطالب قبل ما يدرس المنهج بتاعنا يعرف، هو طبعا عارف إن إحنا عندنا أربع فصول في مادة الفلسفة. الفصل الأول والتاني يا مستر أحمد بيتكلم بفكرة عامة كده عن الوجه السلبي للتكنولوجيا والتقدم العلمي. جميل. زي ما التقدم العلمي والتكنولوجي ليه إيجابيات أكيد برضه هيبقى له إيه؟ سلبيات. الفلسفة هنا بقى بتلمس السلبيات اللي أثرت بشكل سلبي سواء في الفصل الأول على البيئة والفصل الثاني على مجالين، المجال الطبي والمجال الإيه؟ البيولوجي. طب إيه علاقة الفلسفة بالمجال أو بالتقدم العلمي والتكنولوجي والمجال البيئي والمجال الطبي والبيولوجي؟ الفلسفة هنا بتتناول أو بتتناول المشكلات المترتبة على التقدم العلمي والتكنولوجي اللي أثرت بالسلب على البيئة. فالفلسفة هنا أو وجهات نظر الفلاسفة بتقول لي إيه هي ما ينبغي أن يكون عليه علاقة الإنسان بالإيه؟ بالبيئة. وإيه المشكلات مثلا اللي ترتبت أو نتجت عن التقدم العلمي والتكنولوجي ده وأثرت على البيئة بشكل سلبي ونتعامل معها إزاي؟ وابتدعوا طبعا الإنسان إنه يحافظ على البيئة. ده بالنسبة للفصل الأول فكرة عامة كده، الطالب لازم يبقى فاهم إحنا بنعرض إيه أو بنتناول إيه في الفصل الأول اللي هو الفلسفة البيئية. جميل. لكن الفصل الثاني بنتكلم على المجال الطبي والمجال البيولوجي. زي برضو ما التقدم العلمي له ايجابيات اكيد برضو ادى لسلبيات، زي دايما بنقول كده ان التقدم العلمي سلاح ذو حدين. فالفلسفه هنا بتعرض وبتثير المشكلات اللي هي الناتجه عن التقدم العلمي والايه والتكنولوجي، وتقول لي وجهه نظر الفلاسفه وازاي مثلا انا اقدر اتعامل مع ده وازاي اقدر اتجنب المخاطر المترتبه على التقدم العلمي والتكنولوجي. بالنسبه للسؤال، انا علشان اقدر اميز بين مرحله القهر والاستبداد ومرحله الاستغلال والسيطره، انا عندي في الجزئيه دي حاجه بتقول مراحل علاقه الانسان بالبيئه. طب انا ليه بقول مراحل علاقه الانسان بالبيئه ما بقولش مراحل علاقه مثلا النبات بالبيئه؟ ما بقولش مراحل علاقه مثلا الحيوان بالبيئه؟ طبيعي جدا انا لو قارنت بين الانسان والنبات والحيوان، الإنسان هو الكائن الوحيد في الثلاثة دول اللي عنده قدرة على التأثير. جميل. هو اللي بيأثر على النبات وهو اللي بيأثر على الحيوان. فطبيعي أستعرض مراحل علاقة الإنسان بالبيئة. هل مراحل علاقة الإنسان بالبيئة أو أول مرحلة في علاقة الإنسان بالبيئة زي علاقة الإنسان بالبيئة النهاردة؟ أكيد لا، اختلفت. من ضمن المراحل هم خمس مراحل. من ضمن المراحل مرحلة اسمها مرحلة الاستغلال والسيطرة ومرحلة القهر والإيه والاستبداد اللي السؤال بيسأل إزاي أقدر في الاختيارات طبعا كنظام أسئلة جديدة أو النظام الجديد، إمتى أختار الاستغلال والسيطرة وإمتى أختار القهر والإيه الاستبداد؟ أنا أقدر أميز بينهم بحاجة واحدة بس. أنا في مرحلة الاستغلال والسيطرة أنا كإنسان بستغل البيئة وبتحكم فيها دون أن أنا كإنسان أتعرض لأذى. يعني أنا بقى في العلم الحديث وفر لي أدوات، بالأدوات دي أقدر أستغل وسيطر وحقق واشبع طلباتي واحتياجاتي الأساسية من البيئة. لأن قبل المرحلة دي أو قبل العلم الحديث ما يظهر كان الإنسان ما يقدرش يستغل البيئة، إن ما كانش عنده الإيه؟ الأدوات. فالعلم الحديث وفر له الأدوات اللي بيها يقدر يستغل البيئة، فمين هنا المستفيد؟ الإنسان دون أن يعرض نفسه للأذى. لكن في مرحلة القهر والاستبداد العلم ما بقاش حديث، العلم تقدم. العلم ازداد، بقى فيه أكتر قوة، فالإنسان سيطرته بقت أقوى، الإنسان سيطرته بقت أكبر. بدل ما كان بيستفيد وبس، بدل ما كان بيسيطر سيطرة تامة وبس، لا ده بدأ الإنسان سيطرته دي تأذي البيئة وتأذي مين برضو؟ الإنسان. لأن لما أنا أذي البيئة، البيئة طبعا هتتأثر بالسلب، وأكتر حد من مكونات البيئة أو من الكائنات الحية اللي موجودة في البيئة يتأثر بالسلب برضو هيبقى مين؟ الإنسان. لأن أي حاجة هتأثر على البيئة هتأثر طبعا على الإنسان. فأنا علشان أقدر أميز ما بين الاستغلال والسيطرة والقهر والاستبداد بكلمة واحدة، أنا في الاستغلال والسيطرة الإنسان بيستفيد دون أن يتعرض للأذى. فمرحلة القهر والاستبداد الإنسان بيتعرض للأذى هو وكل مكونات الإيه؟ البيئة. فمشكلة يعني مثلا أنا لو عندي جملة، وهنشوف طبعا النهاردة في الأسئلة إزاي إمتى بقى أقول الإنسان استفاد، فهي استغلال والسيطرة. الإنسان اتأذى أو اتعرض لمشكلات وأثار سلبية كبيرة، وساعات يا مستر أحمد الأثار السلبية الكبيرة دي بتؤدي لمشكلات كبيرة زي مثلا الاحتباس الحراري. ما كانش موجود قديما لكن دلوقتي بقى موجود، بيأثر على الإنسان، ممكن يؤدي لتدمير البيئة. فالقهر والاستبداد في أذى على الإنسان وكل مكونات البيئة، في الاستغلال والسيطرة في استفادة فقط من قبل الإنسان لكل مكونات البيئة، وفي سيطرة على البيئة من قبل الإنسان. جميل يا مستر.
نبدا الحلقه بتاعتنا ونشوف الاسئله بقى اللي مستر محمد مجمعها. طبعا احنا هنبدا الفصل الاول بعنوان الفلسفه البيئيه. هو الفصل الاول بيتناول اكتر من جزئيه كده. الجزئيه الاولى طبعا تعريف الفلسفه البيئيه او مفهومها. ونبدا بعد كده بنتكلم على تعريف البيئه ونميز ما بين البيئه في اللغه والبيئه في المعنى الاصطلاحي. ونبدا نتكلم على مراحل علاقه الانسان بالبيئه ونشوف بقى الفكر البيئي في كل الحضارات سواء كانت الحضارات الشرقيه القديمه او حتى عند المفكرين العرب ثم المفكرين المعاصرين في اوروبا والغرب الايه الحديث. فان شاء الله الاسئله تبقى شامله كل النقط الاساسيه والهامه جدا في الفصل الاول. هنبدا مع بعض كده بالسؤال الاول في الصفحه الاولى رقم واحد. فلسفه البيئه تدرس ما ينبغي ان يكون عليه تعامل الانسان مع البيئه المحيطة به، لذلك علاقة الإنسان بالبيئة لابد أن تكون. الطالب هنا لازم يركز جدا على الجملة الأولى، فلسفة البيئة تدرس ما ينبغي أن يكون على علاقة الإنسان بالإيه؟ بالبيئة في أي مكان وفي أي زمان. فطبيعي جدا العلاقة دي تبقى علاقة معيارية، يعني عامة وثابتة وواحدة في كل مكان وفي كل يا مستر أحمد زمان. رقم اتنين، يقول غاندي تقدم الأرض ما يكفي أو تقدم الأرض ما يكفي لسد كل احتياجات الإنسان لا كل أطماع الإنسان. تتفق المقولة السابقة مع دعوة الفلاسفة للحفاظ على البيئة من حيث رقم ألف إقامة التوازن بين مطالب الإنسان في السيطرة على البيئة والاستفادة من مواردها، رقم به ضرورة احترام الطبيعة واحترام حقوق الكائنات الأخرى، رقم جيم احترام حقوق الأجيال القادمة، رقم دال نشر الثقافة البيئية. هتبقى الإجابة عندي رقم ألف إقامة التوازن بين مطالب الإنسان في السيطرة على البيئة والاستفادة من موارد البيئة. الصفحة رقم 2، السؤال رقم 3، تشمل الموارد المائية وتربة الأرض والجو. الجملة دي تشير إلى مفهوم البيئة الفكرية السياسية الطبيعية الاجتماعية. موارد مائية وتربة وأرض وجو، طبيعي جدا هتبقى الإجابة البيئة الطبيعية. 4، يعد علماء المسلمين والعرب أول ما استعملوا المعنى الاصطلاحي للبيئة، وكان ذلك في القرن الرابع هجريا، الثالث ميلاديا، الثاني هجريا، الثالث هجريا. الإجابة هتبقى الثالث هجريا. الصفحة اللي بعد كده رقم 3، السؤال الخامس، الأيديولوجيات الفكرية ومجموعة العادات والتقاليد التي يتأثر بها الإنسان في محيط مجتمعه، يشير ذلك إلى البيئة الاجتماعية، البيئة الفكرية، البيئة العضوية، البيئة الطبيعية. الإجابة عندي هتبقى رقم ب، البيئة الفكرية. 6، المكان الذي يستقر فيه الإنسان، المكان الذي يستقر فيه الإنسان سواء المدينة أو القرية، وهذا المكان ينعكس عليه بكل ما فيه، يعبر ذلك عن معنى البيئة الاصطلاحي العلمي اللغوي الاتفاقي. طالما قلت المكان يا مستر أحمد يبقى طبعا على طول ده إيه؟ المعنى اللغوي، لأن المعنى اللغوي في فرق كبير جدا بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. الطالب لازم هو في المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي الإنسان بيتأثر، بس في المعنى اللغوي الجملة محددة، هو مشتق من كلمة بوأ وتبوأ، أو هو المكان الذي ينزل فيه الكائن الحي. كلمة ينزل يعني يعيش أو يستقر أو يسكن أو يوجد. طالما أنا بقول المكان يبقى ده المعنى اللغوي اللي هو المكان الذي يستقر أو ينزل فيه الكائن الإيه؟ الحي. الصفحة اللي بعد كده السؤال رقم 7، هنبدأ نتكلم على الفكر البيئي في الحضارات الشرقية القديمة، ومنهم طبعا الحضارة المصرية القديمة والحضارة الصينية القديمة. رقم 7، استطاع الإنسان المصري القديم الحفاظ على مقدرات الطبيعة واستغلالها الاستغلال الأمثل في بناء حضارته. تتوافق هذه العبارة مع إحدى دعوات الفلاسفة المعاصرين للحفاظ على البيئة، وهي الدعوة إلى التوازن بين مطالب الإنسان وحقوق البيئة، الحفاظ على حقوق البيئة، الحفاظ على حقوق الكائنات الحية، الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة. واضح جدا من السؤال هو الحفاظ على حقوق البيئة واحترامها. 8، عجز الإنسان أو عجز الإنسان عن السيطرة الكاملة على الطبيعة في مرحلة، هنبدأ نتكلم يا مستر أحمد برضو على مراحل علاقة الإنسان بالبيئة اللي كان السؤال الأول اللي حضرتك سألته لي، إزاي أقدر أميز بين مرحلة الاستغلال والسيطرة والقهر والاستبداد. احنا اتفقنا ان احنا في مراحل علاقة الانسان بالبيئة وما كان مرحلة 5 مراحل. هنبدأ نستعرض برضو مجموعة من الاسئلة على مراحل علاقة الانسان بالبيئة. السؤال الثامن ده، عجز الانسان عن السيطرة الكاملة على الطبيعة في مرحلة، طبيعي جدا انا سامع الطلب بيقول مرحلة التقديس والتأليه، لان مرحلة التقديس والتأليه هي المرحلة الاولى في علاقة الانسان بالبيئة
اللي الإنسان وجد نفسه وسط بيئة طبيعية لا يستطيع السيطرة الكاملة عليها، فكانت أقوى منه، ما عندوش لسه الأدوات اللي بيها يقدر يسيطر ويستغل على البيئة دي، أو يقدر يستغل كل الموارد الموجودة في البيئة، فاتجه إلى عبادتها وتأليق ظواهرها. الكلام ده كان موجود طبعا قبل الميلاد. جميل. الصفحة اللي بعد كده رقم 9، السؤال رقم 9، مرحلة نبه فيها العلماء والمفكرون إلى خطورة الآثار السلبية على الطبيعة، يشير ذلك إلى مرحلة هتبقى طبعا الاحترام والصون. الاحترام والصون. رقم 10، أيها الإله العظيم، إني لم أحرم الماشية من عجبها، ولم أطفئ نارا متأججة، ولم أضع سدا أمام المياه الجارية. الجملة اللي أنا قلتها دي يا مستر أحمد، الجملة دي موجودة في كتاب اسمه، أو في كتاب اسمه كتاب الموتى، موجود جوه كتاب الموتى حاجة اسمها تعويذة إعلان البراءة أمام الإله العظيم. دي كانت طبعا في الحضارة المصرية الإيه؟ القديمة. الإنسان المصري القديم كان بيعبر عن حبه واحترامه للبيئة بالجمل دي. تلك إحدى معتقدات الإنسان المصري القديم. أيا من مراحل العلاقة بين الإنسان والبيئة تمثل تلك المعتقدات. طالما قلت الإنسان المصري القديم، ما كانش فيه برضو علم حديث، طبيعي جدا ما كانش فيه علم معاصر، ما كانش لسه الإنسان قدر يفهم يعني إيه الطبيعة وإيه البيئة وإزاي يقدر يستغلها، هتبقى برضو مرحلة الإيه؟ التقديس والتأليه. الصفحة اللي بعد كده، السؤال رقم 11، انتهت العلاقة الجدلية بين الإنسان والبيئة إلى ما يعرف بضرورة تجديد الخطاب البيئي. بمعنى إن الجملة هنا بتقول لي إن أنا لازم أجدد الخطاب البيئي وأدعو الإنسان إنه بدل ما يصل لقهر الطبيعة ويأثر على البيئة بشكل سلبي، والتأثير السلبي ده هيعود على الإنسان بشكل مباشر، لازم الإنسان يحترم ويحافظ على البيئة مرة أخرى. طبيعي جدا أقول مرحلة الاحترام والإيه؟ والصون. رقم 12، الاستفادة. سؤال أهو بيتكلم على مرحلة الاستغلال والسيطرة ولا مرحلة القهر والإيه؟ والاستبداد، اللي كان السؤال بيتسأل إزاي أقدر أميز بينها. الاستفادة من الرياح لتوليد الطاقة باستخدام الطاحونة الهوائية. لو أنا بصيت على الجملة دي من غير ما أبص على الاختيارات، هل أنا لما أجي أو أقدر أو أنا عندي أدوات بيها قدرت أستفيد من الرياح إن أنا أستغل الرياح دي في توليد الطاقة الكهربائية، هل في أي أذى هيعود على الإنسان؟ لا طبعا، بالعكس، ده الإنسان هنا بقى عنده أدوات، بالأدوات دي قدر يفهم إزاي أنا أقدر أستغل الرياح دي في إن أنا أولد طاقة كهربائية أو أي حتى نوع من أنواع الإيه؟ الطاقة. طبعا ده في استغلال وفي إيه؟ سيطرة. كلمة استغلال كمصطلح مش معناها حاجة سلبية، لا، كلمة استغلال إن أنا أقدر أستغل التربة إزاي أزرع وإزاي أستفيد، زي بالظبط كده زي ما إحنا بنقول في السؤال إزاي أقدر أستغل الرياح وإزاي أقدر أستفيد من الإيه؟ من الرياح في توليد الطاقة. أنا ما أقدرش أعمل ده إلا بأدوات. الأدوات دي مين اللي وفرها لي؟ العلم الحديث. فطبيعي جدا أقول دي مرحلة الاستغلال والسيطرة، لأن أنا شايف من السؤال مفيش أي أذى بيعود على الإنسان، بل بالعكس الإنسان بإيه؟ بيستفيد من مكونات البيئة. تمام. الصفحة اللي بعد كده، السؤال رقم 13، إن الإنسان هو أهم عامل حيوي، يعني الإنسان ده أهم كائن من كائنات البيئة، في إحداث التغير البيئي والإخلال الطبيعي والبيولوجي. فمنذ وجود الإنسان أو منذ وجوده وهو يتعامل مع مكونات البيئة، وكلما توالت الأعوام ازداد تحكما وسلطانا في البيئة وفقا لازدياد حاجته إلى الغذاء والإيه؟ والكساء. برضو أنا السؤال واخدني إن مفيش أذى، في استغلال، في تحكم، في سيطرة، يبقى طبيعي جدا برضو أقول مرحلة الإيه؟ الاستغلال والسيطرة. من السؤالين اللي احنا قلناهم، السؤال رقم 12 والسؤال رقم 13، انا ما بينتش او انا ما شفتش في السؤال اي اذى سواء اثر على البيئة او اثر على مين؟ على الانسان او اي حتى مكون من مكونات الايه؟ البيئة. انا بتكلم في السؤال رقم 12 والسؤال رقم 13، الانسان بيستفيد وبيستغل البيئة على قد ما يقدر او يستطيع عشان يلبي احتياجاته. لكن تعالوا نشوف بقى السؤال رقم 14، هناك العديد من اللجان الاخلاقية حول العالم التي تقنن إجراء التجارب على الحيوان. هنا يا مستر أحمد، الإنسان طبعا ما هو جزء من مكونات البيئة الحيوان، فالإنسان بيستعمل الحيوان في إيه؟ إن أنا ممكن بدل ما أعرض الإنسان للخطر وأعمل التجارب على الإنسان، فطبيعي جدا الطبيعة الجسدية أو الطبيعة البيولوجية للحيوان تشبه إلى حد كبير الطبيعة الجسدية والبيولوجية لمين؟ للإنسان. فيعني فبستغل الحيوان في إن أنا أقدر أعمل التجارب عليه وأطبق نتائج على مين؟ على الإنسان. طيب هنا بقى اللجان الأخلاقية دي شافت ان الانسان بدا يستغل الحيوان ده ويعرضه للاذى، فقالت له لا استوب،
احنا لازم نحافظ على الحيوان. هل ده في استغلال؟ هل ده في قهر واستبداد ولا في احترام وصون؟ احترام وصون. يبقى طبعا الاحترام والصون الاجابه رقم جيم، او الصون والاحترام. والاحترام والصون دي المرحله التي نحياها الان، لان طبيعي جدا كل المراحل اللي فاتت احنا بدانا نعلم الانسان يعني ايه الطبيعه وازاي نستغلها وازاي نستفيد منها. بس الانسان طبعا لما قهر الطبيعه واثر عليها بشكل سلبي، العلماء والفلاسفه تنبهوا للاثار السلبيه فدعوا الانسان مره اخرى لضروره الحفاظ على البيئه. البيئه. 15 يرى إنكسيمانس، وده فيلسوف طبعا يوناني، ان الهواء هو اصل الكون. شوف الراجل يعني الفيلسوف ده بيقول لنا معلومه، بيعرفنا حاجه. انا عايز الطالب وهو بيقرا السؤال علشان اقدر اختار الاختيار الصح افهم معنى السؤال وايه الهدف وايه المعلومه اللي السؤال عايز يوصلها لي. طيب فالسؤال بيقول لي ان الهواء اصل الكون، انا ما كنتش اعرف قبل كده يعني. وإنكسيمانس ده كان موجود في الحضاره اليونانيه يعني قبل الميلاد، يعني ما كانش فيه علم حديث ولا كان فيه علم معاصر ولا كان فيه تقدم علمي ولا تقدم تكنولوجي. فالفيلسوف ده بيعرفنا او بيقول للانسان الهواء ده اصل الكون، بيقول لنا بيعرفنا بيفسر لنا، وهو المبدا العام الذي من خلاله انبثقت كل الموجودات او الموجودات كلها. طيب انا شايف ان السؤال ده ما فيش تقديس وتاليه لحاجه، ولا في استغلال لحاجه، ولا في اصلا قهر واستبداد، ولا في اثار سلبيه، ولا في حتى احترام وصون. ده في معلومه بتتقدم لنا عشان نفهم عشان نعرف. طبعا ده بيعبر عن مرحله التفسير والتوظيف، ان الفلاسفه اليونان وخاصه ارسطو وإنكسيمانس وافلاطون وسقراط بداوا يعرفوا الانسان يعني ايه بيئه وازاي نتعايش ونعيش داخل البيئه ونحافظ عليها. يبقى مرحله التفسير والتوظيف الاجابه رقم ب، مرحله التفسير والايه والتوظيف. رقم 16 تطورت الهندسه الوراثيه. طبعا الهندسه الوراثيه ده فرع من فروع علم الوراثه، ده مهم جدا. زي ما له ايجابيات طبيعي جدا يا مستر احمد في الفصل الثاني هنعرف سلبياته وقضايا الاستنساخ في مرحله هندسه وراثيه وقضايا استنساخ. ده مش علم حديث، ده تقدم علمي وايه وتكنولوجي. ده زي ما له ايجابيات له طبعا سلبيات، واللي تاثر بيها الانسان والنبات والحيوان والبيئه عموما. طبعا ديت هتبقى القهر والايه والاستبداد. يبقى الفرق ما بين مرحله الاستغلال والسيطره والقهر والاستبداد، ان في مرحله الاستغلال والسيطره الادوات اللي كانت مع الانسان بيستعملها عشان يستغل البيئه لا تؤذي. لكن في مرحله القهر والاستبداد مع التقدم العلمي والتكنولوجي، الانسان الادوات اللي معاه بيستغل بيها البيئه بقت تؤذي وتؤدي الى اثار سلبيه. ده الفرق بس، علشان دايما الطالب بيقول استغلال سيطره قهر واستبداد قريبين من بعض. لا، الفرق واضح جدا. هنا مفيش اذى في الاستغلال والسيطره، في القهر والاستبداد في اثار سلبيه او اذى على الانسان. الصفحه اللي بعد كده السؤال رقم 17، الحفاظ على البيئه هي احدى وسائل التقرب الى الالهه. يعبر هذا الراي عن الفكر. طبيعي جدا يبقى الفكر البيئي عند المصريين القدماء. الاجابه رقم ب، المصريين القدماء. رقم 18، الفكر البيئي فكر ديني. طيب انا عايز اعرف بس يعني ايه الفكر البيئي فكر ديني. انا عندي حضارتين في الحضاره الشرقيه، الكتاب او المنهج بيقول لي دول مثالين على ان الفكر البيئي في الحضارات الشرقيه زي مثلا الحضاره المصريه القديمه والحضاره الصينيه كانوا بيحافظوا على البيئه. الحضاره المصريه القديمه مستر احمد بيقول لي ان المصري القديم كان يحافظ على البيئه وبيحب البيئه حب كبير. انا مش هصدقك، انا عايز ايه؟ ادله. هات لي دليل من الحضاره المصريه القديمه يؤكد لي ان الانسان المصري بالفعل كان بيحافظ على البيئه. من الادله دي كتاب الموتى. كتاب الموتى ده اقدم كتاب مصور عرفته الانسانيه عرفته البشريه، عباره عن صور. من الصور دي استنتجنا ان الانسان المصري كان بيحافظ على البيئه ليس فقط من اجل الاستفاده منها، ولكن كانت وسيله من وسائل التقرب الى الالهه. ادي فكره. يبقى الانسان المصري القديم كان بيحافظ على البيئه عشان يستفيد منها، ولا كان يتقرب من الالهه؟ يتقرب من الالهه. زائد نهر النيل نفسه كان المصري القديم بيقدسه لدرجه العباده. طيب زائد ان كل الالهه في الحضاره المصريه القديمه كانت الهه وصور ورموز من البيئه. يعني كان مثلا اله حورس رمزه من البيئه، اله الجمال اله الخير رمزه من البيئه. فالفكر البيئي في الحضاره المصريه القديمه هو قريب جدا للفكر الايه الديني. فالفكر البيئي فكر ديني في الحضاره المصريه القديمه، وهذا ما يؤكده. تقديس نهر النيل تنفع، احترام البيئه احنا قلنا
طبعا كانت مصدر الديانة المصرية للبيئة. كتاب الموتى قلنا طبعا جوه كتاب الموتى كان بيبين ان المصري القديم كان بيحافظ على البيئة ليس فقط الاستفادة منها ولكن للتقرب من الاله. تبقى الاجابة رقم ده الجميع ما سبق. الجزئية اللي بعد كده الصفحة رقم 10 رقم 19 السؤال رقم 19 الانسان لا يتميز. كلمة لا يتميز يعني لا يختلف. في مفيش فرق ما بين الانسان وباقي مكونات الطبيعة. لا يتميز عن غيره من الكائنات الاخرى. فالكل يحيا مع الكل في تناغم طبيعي وفقا لرؤية الفلسفة اليونانية الإغريقية الطاوية المصرية القديمة. لا الإجابة عندي هتبقى الفلسفة الطاوية دي الفلسفة اللي في الحضارة الصينية. سميناها طاوية لأنهم كانوا بيعتبروا البيئة الطاو والطاو هو المبدأ والمآل. كلمة مبدأ يعني البداية وكلمة مآل يعني النهاية. هم اعتقدوا أن البيئة وده كان الفكر البيئي في الحضارة الصينية القديمة هي بداية ونهاية كل شيء فهي المبدأ والمآل والكل يحيا مع الكل في تناغم طبيعي. دي الفكرة وده جوهر العلاقة بين الإنسان وبين مكونات الطبيعة في الحضارة الصينية القديمة. جميل. رقم 20 التعاون قانون الطبيعة. جملة وفكرة قوية جدا. التعاون ما بين الإنسان وما بين كل البشر وما بين كل الكائنات الحية اللي بتعيش في الطبيعة. تجسد العبارة علاقة الإنسان بالبيئة الطبيعية فيه. الفكر البيئي في الصين القديمة، الفكر البيئي عند المصر القديم، الفكر البيئي عند المفكرين العرب، الفكر البيئي عند الفلاسفة المعاصرين. الإجابة هتبقى رقم واحد الفكر البيئي في الصين القديمة لأن جوهر العلاقة عند الفلاسفة الطاويون أو الفلاسفة الصينيين في الحضارة الصينية القديمة هي قائمة على التعاون والكل يحيا مع الكل في تناغم طبيعي ولا يوجد تميز بين الإنسان وبين أي مكون من مكونات البيئة. السؤال اللي بعد كده انا شايف في سؤال يا مستر احمد جاي لك. لو في سؤال او في اي استفسار. احنا بنتكلم على الفكر البيئي في الحضاره او الفكر البيئي عند المفكرين العرب. احد الاسئله اللي هي المفروض جايه من الطلبه هنا بيقول لي عايز يعرف التمييز بين عبد الرحمن بن خلدون تمام وعلي بن رضوان. تمام. هو عبد الرحمن بن خلدون طبعا هو مش جديد كاسم على الطالب. هو درسه قبل كده في أكتر من مادة وفي تانية ثانوي في علم الاجتماع وعارف أن عبد الرحمن بن خلدون هو المؤسس لعلم الاجتماع اللي هو كان بيسميه علم العمران وهو أقرب عبد الرحمن بن خلدون إلى أن هو يبقى مؤرخ أكتر ما هو يبقى عالم اجتماع. عنده فكر بيئي ودايما عبد الرحمن بن خلدون ربط الفكر البيئي بالعمران. يعني اللي يهم عبد الرحمن بن خلدون أن إيه نوع البيئة اللي فيها أقدر أعمل عمران بشري واقدر اعيش. طبعا البيئه اللي بتحتوي على موارد طبيعيه وموارد ومناخ وهواء صالح ان انا اقدر اعيش والبي احتياجاتي. علي بن رضوان ده اسم جديد اول مره الطالب يسمعه. ده فيلسوف وطبيب مصري. من الاسم ده مستر احمد انا استنتج حاجه. فيلسوف وطبيب مصري. يبقى اكيد علي بن رضوان دخل الفكر البيئي او المجال البيئي من حته ان ازاي يا ترى هل المناخ له دور او له علاقه بالاوبئه لانه طبيب في الاول وفي الاخر. فانا عشان اقدر اميز بين عبد الرحمن بن خلدون وعلي بن رضوان اكون ذكي في ايه. انا اقول عبد الرحمن بن خلدون لما الاقي في السؤال هل البيئه صالحه للعمران، هل المناخ صالح للعمران، هل العمران او البيئه اثر على الشؤون السياسيه العمل عند الانسان ولا لا. لكن علي بن رضوان بيتكلم على فكره واحده بس، هل البيئه ومناخها وكل مكوناتها ممكن تؤثر على صحة الإنسان. يبقى الفرق بينهم بسيط جدا، إن الأوبئة والأمراض وعلاقتها بالبيئة أو البيئة وعلاقتها بالأوبئة والأمراض اللي ممكن تصيب الإنسان ده علي ابن رضوان كطبيب وفيلسوف مصري. يبقى دي الفكرة اللي بيها أقدر أميز ما بين علي ابن رضوان وعبد الرحمن ابن خلدون. هنشوف أسئلة بيها برضو أقدر أأكد الفكرة اللي إزاي أقدر أميز بين عبد الرحمن بن خلدون وعلي بن رضوان. رقم 21 لا تتدخل في مسار الأشياء، يسير النظام من تلقاء ذاته، فإن العبث بمقدرات الطبيعة يؤدي الخرابة. يجسد ذلك الفكر البيئي عند لاوتسي وده مفكر في الحضارة الصينية. رقم 22 إن وضع البشر يساوي حالة الحيوانات والحياة البرية. يعني في تساوي ومفيش تمايز بين الإنسان ويجب والكائنات، ويجب أن يتقاسموا الأرض ويعيشوا فيها على قدم المساواة. العبارة دي بتجسد برضو فكر لاوتسي. الصفحة اللي بعد كده رقم 23 قدم دراسة بيئية أيكولوجية
تربط بين عدد من الأسباب والنتائج. هو علي ابن رضوان اللي هي الإجابة رقم د ابن رضوان. ابن رضوان زي ما أنا قلت هو فيلسوف وطبيب مصري يا مستر أحمد، ودرس البيئة بشكل عميق وعايز يتوصل هل البيئة ليها علاقة بالأمراض والأوبئة اللي ممكن تؤثر على الإنسان؟ هل المناخ ودرجة الحرارة له علاقة؟ يعني احنا مثلا فيروس كورونا اللي احنا يا رب يشيل عننا الجائحة دي ومصر تبقى سالمة أمينة إن شاء الله في أقرب وقت، المناخ نفسه يا مستر أحمد بيأثر أو له تأثير على صحة الإنسان؟ طبيعي جدا. البلاد الحارة غير البلاد الباردة، المناخ والأوبئة، ده علي بن مين؟ ابن رضوان. قد رقم 24، قد يسبب التلوث بيئة، التلوث أمراض. يبقى أنا عندي كده تلوث وإيه وأمراض. قبل ما أكمل السؤال على طول، يبقى أنا كده رايح في سكة مين؟ علي ابن رضوان، لأنه هو بيتكلم على علاقة ما بين الأوبئة والبيئة أو المناخ. قد يسبب التلوث أمراض لا يمكن السيطرة عليها. يجسد ذلك الفكر البيئي عند علي بن رضوان. الإجابة رقم د. السؤال اللي بعد كده، كشفت الأبحاث أن البيئات التي يعيش فيها الإنسان يمكن أن تسبب في فرض نوع معين من أنواع الحكم والسياسات. الجملة دي يا مستر أحمد بيقول لي إيه علاقة البيئة بالحكم؟ يعني أنا مثلا لو أنا عايش في الدلتا، لو أنا عايش في الدلتا مثلا أو عايش في بيئة صحراوية، هل نوع الحكم والشؤون السياسية اللي تدار بيها الدلتا زي نوع الحكم والشؤون السياسية اللي تدار بيها مثلا منطقة صحراوية أو بدوة أو قبيلة؟ لا طبعا الموضوع يختلف. المدينة غير القبيلة غير البيئة الصحراوية غير البيئة الساحلية. يبقى أنا طالما اتكلمت على نوع البيئة ونوع البيئة ده بيحكم أو بيتحكم في نوع الإدارة السياسية اللي ممكن أنا كإنسان أشوف إيه الإدارة السياسية ونوع الحكم اللي يتماشى ويتلائم مع نوع البيئة دي، طبعا ده بعيد عن الأوبئة والأمراض، يبقى مش علي بن رضوان، يبقى أكيد يبقى مين؟ عبد الرحمن ابن خلدون. هنلعب الصفحة رقم 14، السؤال رقم 27. لقد أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى أن أعباء فاتورة تغير المناخ. أنا برضو عايز أكد الفكرة، إزاي أقدر أميز بين عبد الرحمن بن خلدون وعلي بن رضوان؟ أعباء فاتورة تغير المناخ لا تتراكم على الأجيال القادمة فحسب، بل يدفع ثمنها الباهظ الناس من صحتهم ليه اليوم. يبقى طالما اتكلمت على تغير مناخ وأمراض، يبقى على طول أختار مين؟ علي ابن رضوان. لأن أنا قلت لحضرتك إن أنا أقدر أميز بين علي بن رضوان وعبد الرحمن بن خلدون بالفكرة إن في مناخ وأمراض، يبقى علي بن رضوان عشان ده دكتور في الأساس. تمام. في بيئة صالحة للعمران، في بيئة غير صالحة للعمران، في بيئة بتحكم أو بتفرض على الإنسان نوع معين من أنواع الحكم، يبقى طبعا ده مين؟ عبد الرحمن بن خلدون. سؤال رقم 28، يتسم أهالي الأقاليم الحارة بالشخصية المرحة بينما يتسم أهالي الأقاليم الباردة بالشخصية الصارمة. هنا البيئة ما أثرتش على أمراض، ده أثرت على طبائع، على أخلاقيات، يبقى طبيعي عبد الرحمن ابن خلدون. صفحة 15، السؤال 29، يمكن القول بأن الفكر البيئي عند كل من ابن رضوان وابن خلدون ينتمي إلى إحدى مراحل تعامل الإنسان مع البيئة، مرحلة طبعا التفسير والتوظيف. السؤال رقم 30، يقول الدكتور مصطفى محمود إن المغرور من الناس هو الذي ينظر إلى صنوف الحيوان أو أنواعها والطير فلا يلمس فيها الحياة التي تؤخي بينه وبين الإنسان أو بينه وبينها. تخالف العبارة مفهوم طبعا الأيكولوجيا العميقة عند إرني نايس. 31، إن للكائن البشري نوعا محددا من القيمة يسميها القيمة الأصلية، بمعنى أنها قيمة مستقلة، ثم يصل إلى أن الفرد ذو القيمة له الحق فأن لا تتم معاملته بأساليب تنكر عليه قيمته. طبعا ده هيبقى الإجابة رقم د إرني نايس. رقم 32، مع تزايد عدد السكان ونتيجة أو نتيجة لاستعمال الناس للآلات التكنولوجية المختلفة تزايد تدخل الإنسان في توازن البيئة. طبعا ده برضو عندي رقم ب إرني مين؟ إرني نايس. السؤال رقم 33، استغلال الحيوانات وتسخيرها لخدمة الإنسان يتعارض مع آراء. طبعا أنا عندي اتنين من الفلاسفة مستر أحمد، بيتر سينجر وتوم ريجان، الاتنين بيتكلموا على الحفاظ على حقوق احنا جاي لنا سؤال الحيوان. بيتر سينجر وتوم ريجان بخصوص الجزئية دي، في عندي سؤال بيقولي برضو التمييز بين توم ريجان وبيتر سينجر.
هو بيتر سنجر وتوم ريجان الاثنين في بينهم اتفاق في ان ازاي نقدر نحافظ على حقوق الحيوان. يعني بيتر سنجر بيتكلم على حقوق الحيوان فقط لا غير. جميل. بس عشان اقدر اميز بين سؤال بيتر سنجر وسؤال توم ريجان، الاثنين يا مستر احمد بيتكلموا على فكره واحده، لكن المدخل اللي خلى بيتر سنجر يقول انا عايز احافظ على حقوق الحيوان هو مذهب المنفعه العامه وتحقيق اكبر قدر من السعاده لاكبر عدد ممكن. تمام. لكن هناك اتفاق بقى مع بيتر سنجر من قبل توم ريجان، لكن بمبدا تاني، مش مبدا المذهب المنفعه العامه، ده مبدا او مسلمه يؤمن بها الجميع، ان ازاء الكائنات البشريه من اجل منفعه ومتعه هو انتهاك لحقهم في عدم الاذى. فاذا كان من حق الانسان عدم الاذى فهو ايضا من حق مين؟ الحيوان. ده مين ده؟ توم ريجان. الفرق بين سنجر وريجان، سنجر بيعتمد على مذهب المنفعه العامه، وريجان بيعتمد على المسلمه اللي احنا لسه قايلينها حالا. استغلال الحيوانات وتسخيرها لخدمه الانسان، ده بيتعارض مع مين؟ بيتر سنجر، لانه عايز يحقق اكبر قدر من السعاده لاكبر قدر من الايه؟ من البشر، ومعاهم الحيوانات طبعا. رقم 34، حاله التوازن البيئي تتاثر بالعديد من العوامل التي تسبب اضطرابا بيئيا، منها عوامل من صنع الانسان مثل الصيد الجائر وقطع الاشجار، يسببان موت عدد كبير من الانواع بشكل مفاجئ. طبعا الكلام ده، حاله التوازن البيئي تتاثر بالعديد من العوامل، يبقى انا بتكلم طبعا على برضو ارني نايس. جميل. السؤال رقم 35، الخطط لحمايه الماء والهواء والحياه البريه هي في الحقيقه خطط لحمايه الانسان، هيبقى ألدليو بولد وفكره الحفاظ على الارض، او فكره ألدليو بولد في اللي سماها اخلاق الارض، يغير دور الانسان من مستعمر لمواطن عادي يحافظ على كل مكونات البيئه. 36، التسبب بضرر في كوكب الارض يعني التسبب بضرر ابنائك دول طبعا يا مستر احمد هيبقوا فين في المستقبل، ودي دعوه للحفاظ على حقوق الاجيال القادمه. عند مين طبعا؟ عند هانز يوناس. الاجابه رقم جيم، هانز مين؟ هانز يوناس. جميل. احنا ان شاء الله نبدا نراجع مع بعض برضو اسئله كده في الفصل الثاني، الاخلاق البيئيه، ونكتفي بالقدر ده. احنا كده الاسئله اللي عرضناها غطت معظم الفصل الاول. يبقى معايا كده برضو. جميل. صفحه 26 الفصل الثاني، الاخلاق البيطبيه، اللي بيبدا معايا بصفحه 26. بس قبل ما نتكلم على الفصل ده مستر احمد، انا عايز الطالب برضو الفكره الاولى اللي انا قلتها في بدايه الحلقه. انا كفلسفه، كماده فلسفه، انا بقول ما ينبغي ان يكون عليه تعامل الانسان مع الفصل الأول، يقول لي مع البيئة. الفصل الثاني يقول لي ما ينبغي أن يكون عليه علاقة الطبيب بمرضاه، والبيولوجي أو عالم البيولوجي بالأشخاص أو بمرضاه أو المبحوثين اللي هيعمل عليهم مجموعة من التجارب. فالفكرة إن أنا بسبب التقدم العلمي والتكنولوجي بقى عندي الفصل الأول والفصل الثاني. يبقى احنا في الفصل الاول بنتناول الاثار السلبيه المترتبه على التقدم العلمي والتكنولوجي في المجال البيئي، في الفصل الثاني بنتكلم على الاثار السلبيه برضو الناتجه عن التقدم العلمي والتكنولوجي في المجال الطبي والمجال البيولوجي. هنبدا صفحه 26، السؤال رقم 51، الالتزام بمعايير العمل وضوابط السلوك داخل بيئه عملك يعبر ذلك عن الفلسفة التطبيقية، الأخلاق البيطبية، الأخلاق التطبيقية البيوتيكا، تبقى طبعا الإجابة رقم جيم، الأخلاق التطبيقية. جميل. 52، يعد نقط أول من استخدم مصطلح البيوتيكا عام 1970، الإجابة عندي طبعا هتبقى ديفيد روس. الإجابة هتبقى رقم جيم، فان بوتر. الصفحة اللي بعد كده، السؤال رقم 53، البيوتيكا عند جاكلين روس علم، طبعا علمي معياري، الإجابة رقم جيم. السؤال رقم 54، أصبحت اليوم مرجعية عمومية، مرجعية عمومية لمواجهة التحديات التي تطرحها الثورات العلمية الحديثة في العديد من المجالات. طبعا هتكلم على البيوتيكا، الأخلاق التطبيقية، أخلاق البحث العلمي، أخلاق العيادة، هتبقى طبعا الأخلاق التطبيقية. السؤال رقم 55، صفحة 28، أصبحت اليوم مرجعية عمومية لمواجهة التحديات التي تطرحها الثورات الطبية والبيولوجية الحديثة، هتبقى طبعا البيوتيكا، الإجابة رقم ألف. رقم 56، رسخت نقط قيم الديمقراطية والحوار والتسامح
هيبقى رقم ألف الفكر البيوتيكي. الصفحة اللي بعد كده السؤال 57، ربط الفيلسوف نقط البيوتيكا بأخلاق البيئة، طبعا هيبقى هانز يونس. 58، البيوتيكا فكرة أخلاقي جديد وتجديد لمبحث نقط أحد أهم المباحث الرئيسية للفلسفة، يبقى الإجابة عندي مبحث الأكسيولوجيا، الإجابة رقم جيم. الصفحة اللي بعد كده 59، شارك نقط في وضع أول موسوعة تهتم بنشر أفكار الفكر البيوتيكي، وضع أول موسوعة طبعا هتبقى الإجابة رقم دال، دانيال كلاهان. السؤال رقم 60، أسس نقط مركز هايستاينغز للتعريف بالفكر البيوتيكي ونشره، هتبقى طبعا مين برضو؟ دانيال كلاهان. الصفحة اللي بعد كده السؤال رقم 61، يؤكد ديفيد روس أن أخلاقيات العيادة ذات نقط كلها تقرر ما فيه الخير للمريض، طبعا هتبقى ثلاثة أطراف، سواء كان الطبيب طرف والمريض طرف والمجتمع طرف. المجتمع هنا المقصود به كل ما له علاقة بمين يا مستر أحمد؟ بالمريض. ثلاث أطراف بيقرروا ما فيه الخير لمصلحة المريض زي ما أكد ديفيد روس. السؤال اللي بعد كده، تخلي الطبيب عن مسؤوليته في وفاة أحد المرضى يخالف ذلك أحد مجالات الأخلاق البيوطبية، طبعا هيبقى أخلاقيات العيادة. هنجيب صفحة 34، صفحة 34 هنتكلم فيها على فكرة في غاية الأهمية. هنبدأ مستر أحمد نتناول بعض المشكلات المترتبة على التقدم العلمي والتكنولوجي في مجال الطب والمجال البيولوجي، لأن احنا الفلسفة زي ما اتفقنا هي بتقول ما ينبغي أن يكون. جميل. فبتدرس الآثار السلبية وبتعرضها وتتناول كل الآثار السلبية، قد تكون سلبية في بعض المجتمعات قد تكون إيجابية في بعض المجتمعات، احنا بنتناول وبنعرض المشكلات الناتجة عن التقدم العلمي والتكنولوجي. صفحة 34، السؤال الأول، يقول أفلاطون الحياة أمل، فمن فقد الأمل فقد الحياة. الطب هنا الإنسان لا قدر الله مستر أحمد اللي بيبقى عنده مرض خطير في أي عضو من أعضاء جسمه بيفقد الأمل، لا، فالطب بسبب التقدم العلمي والتكنولوجي أوجد له بدائل عديدة، منها زرع الأعضاء، هتبقى طبعا الإجابة رقم ألف، زرع الإيه؟ الأعضاء. رقم 68، من خلاله نقطة كده، اعتبر الإنسان كيسا من الأجزاء، مشكلة، وقام بتجريده من وحداته وإفراغه من كل دلالة، فلم يعد الإنسان كما كان في القديم، فالتقنية جعلت منه شيئا من أشياء المعرفة. تشير المقولة السابقة إلى موت الدماغ، الإخصاب خارج الرحم، استئجار الأرحام، زراعة الأعضاء، هتبقى الإجابة برضو زراعة الأعضاء، لأن احنا اعتبرنا الإنسان بقى كيس في أعضاء. زي ما احنا اتفقنا، لأن احنا بنسمع مشكلات هنا في الفصل بتاعنا بسبب التقدم العلمي والتكنولوجي، زي ما له وجه حسن أكيد برضو له وجه سلبي أو وجه غير قبيح. الصفحة اللي بعد كده رقم 69، اهتمام المرأة الغنية برشاقة الجسم واعتمادها على الثروة في إنجاب الأطفال والتعامل مع البشر كوسائل وليس كغاية. تشير هذه العبارة إلى إحدى المشكلات الأخلاقية للإنجاب الصناعي، هتبقى طبعا استئجار الأرحام. 70، نقط هي تعني شروط قبول التجارب العلمية من الناحية الأخلاقية وقبول إجراء التجارب على الإنسان، هتبقى طبعا أخلاقيات البحث العلمي. جميل. الصفحة اللي بعد كده السؤال رقم 71، نقط ترتبط بالتصرفات الملائمة أخلاقيا من قبل الطبيب والقرارات التي يجب الإدلاء بها، هتبقى طبعا أخلاقيات العيادة اللي هي رقم جيم. 72، التأمين الصحي الشامل في مصر يجسد أحد مستويات السياسة الصحية، وهو التأمين الصحي الشامل الدولة بتوفره عشان تحقق صحة عامة، هيبقى طبعا الإجابة رقم ألف، الصحة العمومية. الصفحة اللي بعد كده السؤال رقم 73، حجز الحكومة المصرية، وده سؤال مهم جدا مرتبط بالواقع، حجز الحكومة المصرية لكمية من اللقاح الروسي للشعب المصري عشان نقدر نتجنب طبعا الإصابة بفيروس كورونا. يندرج تحت مسمى أخلاق العيادة، أخلاق البحث العلمي، أخلاق السياسة الصحية، أخلاق البيوتيكا، هتبقى الإجابة رقم جيم، أخلاق السياسة الصحية. 74، هذا الشخص النائم هو لاعب كرة شهير غائب عن الوعي لكنه يتغذى بالمحاليل. جميل. الجملة دي تعبر عن الاستنساخ، الموت
الدماغ الحالة النباتية القتل الرحيم، هتبقى طبعا الإجابة رقم جيم الحالة النباتية اللي بتميز يا مستر أحمد ما بين الغيبوبة قصيرة المدى والغيبوبة طويلة المدى. فبنسمي الإنسان اللي بيخش في الغيبوبة طويلة المدى أو بيدخل في الغيبوبة طويلة المدى بنطلق عليه إنه في حالة نباتية عايش على كل الوسائل الداعمة فقط لا غير. الصفحة اللي بعد كده السؤال رقم 75، تتم هذه العملية بالاتفاق التام بين الزوجين لتجميد البويضات والحيوانات المنوية بعد التخصيب للجوء إليها عند الحاجة، تقدم علمي زي ما احنا بنتكلم، تشير إلى تلقيح اصطناعي، بنوك أجنة، استئجار أرحام، إخصاب خارج الرحم. أنا هقول هنا الإجابة بنوك أجنة عشان بعد التخصيب وقت ما نحتاجها بنلجأ إليها. 76، يقال في الأمثال الشعبية إن فلان مقطوع من شجرة. طبعا هو ده مثل شعبي بنعبر بيه عن فكرة الاستنساخ، هتبقى الإجابة عندي طبعا رقم ب الاستنساخ، اللي هو الاستنساخ طبعا دكتور مصطفى محمود قال عليه ثورة علمية لكن عبثية، اللي هو بيغير يا مستر أحمد طرق الإنجاب الطبيعية وحكمة الخالق سبحانه وتعالى، هو خلق يعني خلق البشر وجعل التكاثر عن طريق التزاوج، لأن ده هيؤدي إلى تنوع وتكامل، لأن في اختلافنا تكامل. لكن الاستنساخ هي له مشكلات وأثار سلبية، منها إن أنا بقضي على كل المفاهيم اللي احنا بنتكلم فيها زي مفهوم العائلة ومفهوم الوالدية والزواج والإرث إلى آخره. وطبعا الاستنساخ أحد المشكلات السلبية الناتجة عن التقدم العلمي والتكنولوجي إذا استخدم بشكل غير محدد أو غير مقنن أو بيبعد عن الإيه؟ عن الأفكار والعادات والتقاليد اللي احنا متعودين عليها ومتربين عليها سواء من الأديان أو من المجتمعات. جميل. الصفحة اللي بعد كده صفحة 39، السؤال رقم 77، تهجين البرتقال مع الليمون لإنتاج فاكهة من نوع جديد لها طعم مختلف يعبر ذلك عن، هتبقى طبعا الهندسة الوراثية. هو أنا هنا ما قلتش استنساخ، لكن مدام أنا قلت إن الاستنساخ هو أحد المشكلات المترتبة على الهندسة الوراثية، هو فكرة تانية اسمها جينوم البشري، فطبعا هتبقى الإجابة هنا الهندسة الوراثية. والطالب لازم أن يبقى فاهم كويس جدا ان العناوين اللي تحتها مثلا، يعني مثلا انا بتكلم على المشكلات الناتجه عن الهندسه الوراثيه تحتها مشكلتين، جينوم بشري واستنساخ. انا ممكن في الاختيارات اسالك عن الاستنساخ، ممكن برضو في الاختيارات او في السؤال اجيب جمله تقول لي استنساخ، بس ما اجيبش في الاختيارات استنساخ، اجيب في الاختيارات العنوان اللي بيندرج تحته الاستنساخ اللي هو زي عنوان الهندسه الوراثيه. جميل. 78، عندما يتوقف المخ جزء الدماغ الذي يتحكم في التفكير والسلوك، المخ ده هو جزء في الدماغ يتحكم في التفكير والسلوك، عن القيام بوظائفه مع استمرار عمل جزع الدماغ، يشير ذلك إلى الحالة النباتية، الجينوم البشري، موت الدماغ، الموت الرحيم. طبعا الإجابة رقم ب هتبقى موت الدماغ. الصفحة اللي بعد كده السؤال رقم 79، المبدأ الذي يؤكد على التزام مبدئي من قبل مقدمي الرعاية الصحية بحماية مرضاهم وإبعاد أي سلبية عنهم، يشير ذلك إلى المنفعة، العدالة، احترام الاستقلال الفردية، عدم إلحاق الأذى، تبقى طبعا عدم إلحاق الأذى. آخر سؤال معايا السؤال رقم 80، التعرف على المشتبه بهم ممن قد يطابق الدي إن إيه الخاص بهم، الأدلة الموجودة في مسرح الجريمة، يعد ذلك أحد فوائد الجينوم البشري. بكده مستر أحمد يبقى استعرضنا أهم النقاط اللي في الفصل الأول الفلسفة البيئية والفصل الثاني الأخلاق البيطبية. بأمل أن تكون الحلقة مفيدة وطلابنا يكونوا استفادوا، وإن شاء الله أسئلة مهمة جدا، وبالتوفيق يا مستر أحمد. حلقة موفقة يا مستر، ونتمنى طبعا الطلبة يكونوا استفادوا كلهم منها. لو عندك أي تعقيب أو أي تنويه أو أي استفسارات للطلبة مثلا إزاي يلموا الموضوع بالنسبة للفصل الأول والثاني كمراجعة، طبعا يا مستر أحمد هو الطالب لازم يبقى عنده نوع من أنواع الصبر، لأن هو السنة طويلة عليه وطالب مش متعود إن هو بيمتحن آخر السنة، فترة كبيرة بيمتحن ترم أول وترم تاني، فلازم يصبر. الفترة دي هو فترة مراجعة. جميل. وحل كتير عشان المعلومة تتأكد عنده ويقدر يثبتها ويفهمها ويحل من أكتر من مصدر عشان يقدر ينوع صياغة الأسئلة. جميل. زي ما احنا اتفقنا كتابنا كتاب مدرس على الهوى هو بيوفر لأبنائنا كل الكلام أو كل الصياغات المختلفة والدقة والأهمية للأسئلة اللي بتتناول كل المنهج اللي هو بيدرسه سواء في أي مادة من المواد القسم الأدبي. جميل يا مستر محمد. تليفون حضرتك اللي على الشاشة عليه واتساب؟
جميل طيب. جدا. يبقى دلوقتي اي حد من الطلبه بتاعتنا عنده اي استفسار من اي نوع بالنسبه لماده المواد الفلسفيه عموما، لو عايز يتواصل مع مستر محمد من خلال الرقم اللي هو كان ظاهر على الشاشه، اي رسائل اتس اوكي. طبعا مستر هيتجاوب معاكم ان شاء الله. نتمنى نشوف الحلقه تكون ممتعه بالنسبه لكل طلابنا الاعزاء، وتمنياتنا القلبيه بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الاعزاء. شكرا لكم جميعا. شكرا. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، يمكنك الآن الحصول على نسختك من كتاب مدرس على الهوى في مراجعة نصف المنهج. الكتاب الأول كتاب المواد الأدبية، ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في 9 مواد دراسية في كتاب واحد، وهي التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. الكتاب الثاني كتاب المواد العلمية، ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في 10 مواد دراسية في كتاب واحد، وهي الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا، الرياضيات، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى طبقاً للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد. يمكنك حجز الكتاب من خلال مؤلف الكتاب مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى، أو التواصل مع إدارة البرنامج من خلال الرقم التالي 0163 56 296. تمنياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء.